ازيكم يا شباب، معكم عبد اللطيف سعيد. الفيديو ده ممكن يكون اسرع فيديو انت ممكن تشوفه في حياتك. هتكلم فيه على نقطتين. اول نقطه يا سيدي، وهو اني عملت قناه الفلوج اللي كانت الناس طلباني ان انا اعملها، يعني لو ما الناس اللي كانوا بيقولوا لي عبد اللطيف اعمل قناه فلوج في البرازيل، اعمل فلوجات في البرازيل، انزل الشوارع صور كذا، اعمل كذا، اتكلم عن البرازيل، احنا ازاي نقدر نسافر البرازيل، ازاي نقدر نعمل كذا كذا كذا. قناه الفلوج بين ايديكم يا جدعان، موجوده تحت الرابط بتاعها في الوصف، فادخل اشترك في القناه وفعل الجرس، مهم جدا. انا عايز، بصوا القناه دي يعني انا عايز انها توصل 1000 مشترك في اقل من يومين، تمام؟ فاتمنى ان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، مهم جدا. وروني كده قد ايه فعلا الناس اللي هي كانت منتظره قناه الفلوج، لان فعلا هتلاقوا اهتمام اكبر بكتير جدا على القناه دي من قناه كريزنت، وهتلاقوا فعلا ان القناه دي بتنزل فيديوهات منوعه بشكل رهيب. فمهم جدا ان انتوا تشتركوا في قناه الفلوج، ومنتظركم باذن الله في قناه ثانيه. ده اول حاجه. ثاني حاجه بقى حابب اتكلم عليها، وهي النقطه الثانيه يا سيدي، ان انتوا اتمنى يعني ان انتوا تعملوا او تفعلوا الجرس على قناة كريزنت. للأسف القناة بتاعتي بتوصل الفيديوهات لأقل من 4% من المشتركين في القناة. معنى كده اساسا ان محدش مفعل الجرس، معنى كده ان محدش بيشوف الفيديوهات اللي انا بنزلها، وده ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب اللي هي فعلا عندي قلة المشاهدات عندي على القناة. فانا طبعا كل اللي عايزه منكم ان انتوا تفعلوا الجرس. لو انت دلوقتي شغال على التليفون او على الكمبيوتر، هتفتح عندك القناة عادي جدا، هتلاقي عندك ان في جرس، لو دوست عليه هيفتح معاك قائمة، هتروح دايس على عندك يعني كافة الاشعارات او الاشعار بشكل دائم او ايا كان، اللي هو دايما ان انت يجيلك اشعارات من القناة دي، اذا كان على الكمبيوتر او على التليفون هتلاقي عندك. لو انت دوست على الجرس هيفتح عندك قائمة، القائمة دي هتروح دايس عندك على الحصول على كافة الاشعارات او ايا كان، عشان دايما يوصلك الاشعار بشكل دائم. لو انت اشتركت في القناة الخاصة بالفلوج وبعد كده اشتركت او فعلت الجرس على قناة كريزنت، سيب لي تعليق تحت وقول لي انا عملت الخطوتين دول، وليك شكر خاص عندي، لان فعلا الناس اللي بتشوف الفيديو لحد النهاية وبتطبق او بتقدرني وبتعمل الحاجات دي لهم شكر خاص عندي، وفعلا هم دول فعلا الناس اللي هم بيدعموا كريزنت بشكل كبير. فاتمنى ان انت تقول لي تحت في التعليقات، ومش هطول عليك اكتر من كده. مع السلامة.